انت وجودك هنا بالعراق شو تسوي؟ انا مش فاهم السؤال. لا سؤالي بسيط وواضح ومفهوم. انت والجماعه اللي وياك شو تسوون؟ ما انا قلت لك قبل كده احنا كنا طالعين على مصر ما لقيناش تذاكر على الطياره. اسف الجواب خاطئ صفر. في ايه يا استاذ سعد؟ انت بتمتحني ولا ايه؟ اسمع استاذ ناجي، انا رجل بسيط وعلى قد حالي، عمري ما دعيت بالبطوله ولا بالمقاومه، رجل بسيط وطيب، بس هذا ما يعني يجيني واحد يخدعني. ما عادش اللي يخدعك يا استاذ. لا انت خدعتني. ليش استاذ ناجي؟ دخلتك لبيتي وخليتك واحد من عائلتي، اعتبرتك اخويا، تكذب علي ليش؟ انا ما كذبتش عليك في حاجه يا استاذ سعد. هاي الجنط اللي عندكم اللي ما تحب تفارقها تماما ولا لحظه، خايف عليها، وساعة اللي انت ما موجود تخلي واحد من الشباب حارس عليها، شبيها. ما انا قلت لك فيها ايه قبل كده، فيها اوراق مهمه وملفات دبلوماسيه سريه. اوراق مهمه دبلوماسية وسرية، أعرف. هي هاي الأوراق اللي تخلي الإنسان يبيع ضميره ويخون بلده. الكلام الكبير ده يا أستاذ سعد. أول مرة بحياتي أعرف أن هاي الدولارات هي أوراق دبلوماسية وسرية. قل لي أستاذ ناجي، هاي الدولارات مين جبتوها؟ منا من العراق؟ وين تردون تودوها؟ مصر؟ طب اسمع بقى، إذا ما عرفت الحقيقة لازم تفهم كل حاجة. أيوة الشنط دي فيها دولارات، ملايين الدولارات. أنا بالنسبة لي هاي معلومة مو جديدة، ومع الأسف كلامك هذا ما له قيمة تماما عندي. طب اسمع بقى كلام اللي له قيمة. الفلوس دي من إسرائيل، أنا اللي سرقت بنك اليومي، والمساب بيدور عليا في كل حته انا والعيال دي، عشان كده ابو القاسم بيساعدني. عايز اقول لك على حاجه كمان، الجدع اللي اسمه سطوري ده عرض عليا 250 الف دولار عشان اقرب له تمثال جوديا معايا. وانت ايش كان ردك؟ يعني جريت وعملت نفسي موافق، بس انا اللي يمكن اعمل جريمه زي دي مهما كان الثمن. اسمع استاذ ناجي، أنا يكفيني المشاكل اللي عندي. أنا رجل قافل باب بيتي علي وعلى زوجتي، وما عندي مصلحة لا بستوري ولا غير ستوري. ما عندي مصلحة لا بالسلطة ولا بالمقاومة. على هذا الأساس أرجوك تسامحني، أنت والجماعة اللي وياك تغادرون الصبح البيت. ولو هاي مو عربية من عندي، أرجوك تسامحني ناجي. الله يخليك، عفوني بحالي. بكرة الصبح تتصل أبو القاسم حتى يجي يسوي صرفة. اللي تشوفه يا أستاذ سعد، أنا كنت واخد القرار ده بعد ما قابلت ستوري، وأنا بقرر أسفي للمرة التانية. تصبح على خير. انتوا شوية عيال ما عندكوش أي إحساس بالمسؤولية. أنا قايل الشنط دي ما تتسابش ثانية واحدة. يجي حتة عيل صغير يفتح الشنط يعرف فيها إيه؟ كنتوا فين؟ بتعملوا إيه؟ بتتفسحوا؟ يا باشا إحنا كنا فاكرين إن زاهر هو اللي قاعد مع الشنط. أنا قايل الاتنين يقعدوا جنب الشنط مش واحد. الدور كان على زاهر والشيخ حسن. أنا كنت بتوضى ساعة الباشا وكنت سايب زاهر جنب الشنط. والله العظيم يا ناجي باشا، ريقي نشف، طلعت أشرب بقي مية ونزلت على طول. دقيقة دقيقة ونزلت. اسمع يا أنت، هو أنا ممكن أدي كل واحد نصيبه يغور في 60 داهية، يتاخدوا منه بقى يتضرب بالنار، أبقى خلصت منكم. أنا شايل همكم، أنا ممكن أشيل هم نفسي لوحدي. بصوا بقى، هنمشي عدل وننفذ الأوامر بدقة، ولا كل واحد يروح لحاله؟ على الأقل أنا حركتي هتبقى أخف منكم،
عشان هبقى لوحدي مش ماشي في فرقه ورايا. متاسفين يا سعاده الباشا، ما عدناش نعمل كده تاني. بعد ايه؟ بعد الاستاذ سعد ما عرف والراجل الزفت اللي اسمه ستوري عرف الاخر. نركز شويه. احنا بقينا مكشوفين. في اي وقت هقول لكم يلا بينا، في ثانيه الاقيكم بره جاهزين انتوا والشنط. مفهوم؟ امرك يا باشا. انا هكلم ابو القاسم يجي ياخدنا. هنروح مكان تاني. محدش يتنقل من جنب الفلوس. كلكم نبطشية جنب الفلوس النهارده في البدروم. مفهوم؟ مفهوم. نعم كما ذكرت بأن رئيس الوزراء نور المالكي قال بأن العراق البلد الأكثر استقرار في هذه الأرض. تاكلون الأكل كله ما تخلوه. يلا. اليوم وقبلها بكثير. إيه ده موبايلات؟ معقول تدوا موبايلات للأطفال في السن ده؟ ده خطر عليهم. إيه حبيبتي لازم ننطيهم الموبايلات حتى نطمئن عليهم من المفخخات والمتفجرات لا سمح الله. إيه وبعدين إذا صار ما صار يدارون في أي مكان ويخبرونا ويقولون على مكانهم. الله يكون في عمكم، والله يكون في عم كل أم ابنها بيروح المدرسة. ماما عليك كارت. عفريت أنت جسم عبيت لك الموبايل. يلا يلا تبقوا على نفسكم. يلا يلا الله معك. يلا حبيبي الله معكم. وقد تقرر اليوم أن تكون زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى بغداد لكي تتفقد الأحوال عن قرب، مؤكدة في مؤتمر صحفي قبل قدومها إلى بغداد أن الحياة الطبيعية عادت إلى البلاد وأن كل منشآت الدولة تمارس نشاطها بشكل ملموس. يا أخي ذول الأمريكان يعشقون الإعلام. اليوم الأولاد يروحون للمدارس والموظفين يروحون للدوام وكأنه الأمور بالعراق عادية ماكو شيء. اليوم كل ما تروح شوارع بغداد راح تشوف فيه سيطرات وحراسات وسيارات ورشاشات. ومثل كل مرة ممكن ما تجي الوزيرة بالنهاية. فوزية سعد وينه؟ لسه نايم؟ الساعة 8 شنو ما عندني يروح المدرسة؟ اي والله خطيه البارحة سعد ما نام طول الليل. اكو شيء شاغل باله. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. تفضل استاذ ناجي اشرب قهوه ويانا. اه والله القهوه برضو واحد دماغه مقلوبه. مو بس انت اللي دماغك مقلوبه، بغداد كلها مقلوبه اليوم. ليه؟ وزيره الخارجيه الامريكيه جايه على بغداد، فاليوم استعدادات امنيه غير مسبوقه. طب والاولاد بيروحوا المدارس ليه ما يقعدوا؟ مو هو هذا جزء من الصوره الاعلاميه اللي يريدون يفرجوها للعالم. تليفون سعد يرن. رد عيني كمال رد. الو اهلا وسهلا شلونك عيوني؟ لا اني كمال اخو سعد. اهلا اهلا ابو القاسم. الدولي. العفو استاذ ناجي يريد يحكي وياك تفضل. ايوه ابو القاسم احنا لازم نمشي من هنا دلوقتي باي طريقه. الحكايه اتكشفت. سعد عرف وستوري كمان عرف. موقفي بقى صعب. شوف لنا اي مكان تاني بعيد عن هنا نقعد فيه مؤقتا. اطمن يا استاذ ناشي. بدي اياك تطمن على اخر. حتى لما كنت ببغداد رجالي جنبك ابي يخدموك كاني موجود واكثر. انت عارف الظروف الامنيه. بس اليوم ما بدي حدا يتحرك نهائيا. طيب انا راح احكي مع سعد. لا 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 انا ان شاء الله بكره راح اكون موجود وراح اخدمك انت والشباب. انا لقيت القسم سكن ثاني جنب المطار. بس لحتى تنتهي الزياره الامريكيه وبوعدك وعد شرف اول طائره من بغداد للقاهره راح تكونوا فيها. اوكي.
اهلا يا استاذ نادي. تفضل. متشكر مش عايز قهوة. لا لازم تشرب قهوتك. ارجوك. ارجوك استاذ نادي تقدر ظروفي. اتصل بي ابو القاسم وقال لي تولي الشباب اللي وياك تبقون بالبيت لغايه بكره. انت تعرف هذا اللعين ستوري صار خطر عليكم وعلينا، فلازم تغادرون البيت باسرع ما يمكن. شكرين يا استاذ سام. واكو شيء ثاني يعني ممنون منك واشكرك عليه. ايه هو؟ انت رفضت تهرب التماثيل وخاصة تمثال كوني. أستاذ ناجي ما بقى غير بس الحجر نحافظ عليه. لا نكتة حلوة، النكتة حقيقي حلوة. أي نعم أنا مش فاهم منها ولا كلمة بس حلوة. تسلم إيدك يا زينب. يا رب ضحك خير يا ربي. إن شاء الله ضحك خير يا ربي. تعرف أستاذ ناجي إحنا نخاف من الضحك وكأنما الضحك علينا حرام. والله أنا رأيي يعني يا أستاذ سعد إن اللهم اجعله خير اللي إحنا مش عايزين نفقد لحظات السعادة اللي إحنا فيها. لا إحنا نخاف ليكون النكتة مفخخة. لا دي عراق عراق. عبد الرحمن تعرض. ألو نعم. اسمع لك ابنكم عندنا. قدامكم مهلة منا الباكر تدبرونا 10 دفاتر لو نطير لكم راسه. ها عبد الرحمن شكو صار؟ لو أي خطفوه. ابني رايح خطفوه، ابني رايح خطفوه. رحمن ابني قاعدين متبارك ابني وين راح؟ ابني وين راح؟ بس وهتعملوا ايه دلوقتي؟ ننتظر المكالمة الثانية، روحنا تعلقت بيديهم. المكالمة الثانية هي اللي راح نتفاوض بيها على الفدية، بس منين نجيب العشر دفاتر؟ ما تشيلش هم يا استاذ سعد، أنا سددت يا استاذ سعد. أشكرك أشكرك أستاذ ناجي أشكرك. هي هاي اللي جابت لنا إياها الديمقراطية الجديدة للعراق الحر. لحظة لحظة الو الو نعم في يا استاذ سعد يردون شحن للتليفون مالتهم معصبه معفنه صحيح بقى طالبين 10 دفاتر ويعملوا لنا كلمة عشان تشحن لهم التليفون. جيبي لي جيبي لي الكارتات بس جيبي لي الكارتات على كيفك مات زينب على كيفك خلني افتهم يما كافي زينب Thank you.
عليك كيفك. ألو ألو، نعم. لا بس العشر دفاتر هواية، أنا موظف متقاعد. الله يخليك، حتى إذا بعت البيت هم ما راح ألحق بهاي السرعة. حتى الخمس دفاتر ما أقدر أدبرها. اسمعني. وافق. وافق. اسمعني اسمعني. الفلوس وين راح أجيب لكم إياها؟ بس جيبوا لي قميص لو اي حق. على كيفك بس، على كيفك بس بس. دير بالك تلتقط وراك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خدوا الفلوس؟ ايه خدوا. ممكن ياخدوا الفلوس وما يرجعوش الواد؟ يمكن يقتلوه. لك لا لك لا 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 مبروك يا عم عبد الرحمن، مبروك يا عم سعد، مبروك يا عم ليل. كفارة. كفارة ايه؟ هو طالع من السجن. معلش يا كبير، السلام دوت عم سعد والعم عبد الرحمن والحاج حمدي السكري وحمدي. ألف مبروك يا الواد، سمعني سلام يا ايما. لا 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 ناجي، موقفك هذا راح يبقى جميل على راسي. أنا أشكرك على كل اللي سويته وياي. ما تقولش كده عبد الرحمن، ده زيني. الله ما ربي يوفقني وأرد لك هذا الجميل. إحنا أخوات عبد الرحمن. أنا كمان مش حاضر أنسى الجميل اللي أنتوا قدمتوه لي. والله يا أستاذ ناجي، إحنا خجلانين منك. أستاذ سعد، أنتوا استقبلتونا أحسن استقبال. أنا كنت حاسس إن أنا عايش في وسط أهلي. لا أستاذ ناجي، العمل اللي أنت عملته عنا عمل كبير، ما ممكن ننسى. أنت أنقذت حياة ابننا من الموت. ده ابني، أنت لو كنت مكاني كنت عملت أكتر من كده. تعرف يا أستاذ سعد، وجود اللي زيك هنا في العراق بيحسسني ان البلد دي اللي ممكن تقع. بس للاسف مفيش زيك كتير. لا استاذ ناجي، موجودين. احنا اللي يسمونا الاغلبيه الصامته بلا صوت. ان شاء الله هتتكلموا وصوتكم هيطلع، بس لما يبقى العراق للعراقيين ان شاء الله. بس طمني استاذ ناجي، اتجاهكم وين؟
والله ما انا عارف يا استاذ سعد، هو ابو القاسم قال هيودينا في حته جنب المطار، عند ناس طيبين زيكم كده. والله يا استاذ ناجي انا ما كنت ناوي تطلعون من هذا البيت لولا خوفي عليكم من هذا ستوري. ستوري عرف امركم فصار خطر عليكم، وهذا الرجل اللهم عاف عنده استعداد يسوي كل شيء، ولذلك كان يريد اطمئن عليكم اروح وياكم لغايه ما تغادرون العراق بالسلام. اكيد ابو القاسم حيقول لك ان شاء الله. استاذ ناجي ليش ما تريح شوي؟ الصبح بعد ساعتين. لا لا انا كويس، انت اللي تعبان كده وعايز تستريح، انت بان عليك نعسان. الله يخليك. لا هو انا عندي استعداد ابقى اسبوع كامل ما انام. اسبوع؟ اسبوع ماكو مشكله، احنا العراقيين بعد الاحتلال بال 2003 مع الاسف النوم بعيد عنا، ولا واحد يقدر يغمض له جفن. عم السعد كان بيقول لي بيقعد بالاسبوع ما ينامش، دلوقتي في غيبوبه اهو. السابع الستة ابو القاسم ما جاش ليه؟ انا نمت؟ لا. الو اهلا ماجد. نعم؟ لا قول غيرها، هو جاء علينا؟ لك لا لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجع. يا أستاذ سعد مين مات؟ البخاء في حياتكم. حياتك الباقية في مين؟ أبو القاسم تعيشوا أنتم. أبو القاسم مين؟ أبو القاسم هو أبو القاسم. ماله؟ مات الله يرحمه يحسن إليه. أبو القاسم اللي جاي ياخدنا مات؟ مات الله يرحمه يحسن إليه. الله يرحمه ويحسن إليه نحن. ماجد يقول أبو القاسم كان يفطر بمطعم بالكرادة. داخل عليهم موتور سيكل، صاحب الموتور لابس حزام ناسف، فجر نفسه انبسط. وهو أبو القاسم كان لازم يعني يغير ريقه على الصبح، ما كان يجي يفطر معانا هنا. قدره مكتوب يا أستاذ ناجي. قدره مكتوب علينا احنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل اللي لينا في العراق اتكل على الله. نجي باشا. نجي باشا. نجي باشا. الساعة بقت 6:30. أبو القاسم وصل ولا لأ؟ وصل فوق. طيب أطلع سلم عليه بقى. تعالى يا أهبل. أبو القاسم وصل فوق خالص. فوق. انتقل إلى الرفيق الأعلى. إيه؟ مات؟ مات. مات خالص؟ مات خالص. إزاي؟ مات إزاي؟ مات إزاي؟ مات إزاي؟ مات بحزام ناسف. شو بقى يا أستاذ سعد؟ أنا رأيي بدم أبو القاسم توفى، وإحنا ملناش حد غيره هنا. أنا بقول بقى نستقر هنا في العراق ونشتري بيت حلو كده، وشكل كده هرشح نفسي في الانتخابات بتاعة مجلس الشعب، بيقولوا بيدوا فلوس جامد يعني. ها يا ناجي، أبو القاسم وصل؟ بترد يا أستاذ سعد؟ هو أنا هندب لوحدي؟ إيه الأخبار؟ أنتوا كلمتوا أبو القاسم؟ كلمناه، لقينا رصيده خلص. أبو القاسم رصيده خلص من الحقيقة كلها، أبو القاسم مات. خلاص، أنت رجل صاحب فضل كبير علينا، أنت خلصتنا من الورطة. أنا راح أخلصكم من هاي الورطة الكبيرة. أنتم رايحين لمصر بعناية الله. أنا راح أوصلكم على مصر إن شاء الله. ورطة إيه يا نيك؟ إيه في إيه؟ ورطة إيه؟ وإحنا هربانين من حاجة؟ هو بيتكلم على ورطة أبو القاسم يعني. أيوة يعني أنا مش فاهمة، في إيه نطلع المطار نقطع التذاكر ونسافر فيها إيه دي؟ لا لا، مثل هيك ظروف صعبة ما ممكن توصلون مطار بغداد.
أنا راح أطلعكم على طريق الشمال اللي هي أقارب بالموصل، ومن الموصل إن شاء الله على أربيل، ومن مطار أربيل تتوكلوا على الله وترحوا من مصر إن شاء الله. نروح الموصل والموصل على أربيل، وإحنا هنا ببغداد هنعمل سياحة في العراق صح؟ احنا مسافة بعيدة راح نروح، انت بتتحمل. لا يا رجال واستحمل، لازم اجي وياك. واحنا رايحين للدكتور يروح يضرب كبرى. لا تضحك علي، رايحين اربي سمعكم دا تحجون. يا لعين. زينب تعالي خذي ابنك، يلا يلا يلا. تجوا ويانا، احنا مسافة بعيدة راح نروح، انت بتتحمل. لا يا رجال واستحمل، لازم اجي وياك. واحنا رايحين للدكتور يروح يضرب كبرى. لا تضحك علي، رايحين اربي سمعكم دا تحجون. يا لعين. زينب تعالي خذي ابنك، يلا يلا يا الله. يا جماعة احنا اول مكان اللي نروح له هو سوق ام ريدي قبل اي مكان اخر. سوق ايه؟ وده وقته؟ انا قلت لك عايزين نسافر بسرعة يا استاذ سعد. استاذ ناجي يسمعوني الكل، انتوا ناس مصريين والوثائق اللي يتحملوها كلها مصرية، احتمال يشكون بيكم ياخذوكم بالطريق ويمكن يحبسونا كلنا. طيب واحنا دلوقتي هنروح السوق نعمل ايه؟ نعمل وثائق عراقية، هوية عراقية، مستندات عراقية، شهادة جنسية عراقية، باسبورتات عراقية، وتتمشون في كل مكان من مكانات العراق وكأنكم عراقيين. وحنمشي كده بجوازات سفر مزورة أو استثار؟ يا معود يا مزورة، الوثائق اللي بسوق مريدي أضبط من الوثائق اللي موجودة عند الحكومة. هي الحكومة إذا صار عندها زحمة تستلف من سوق مريدي. يا سلام. طبعاً. حاجة حلوة خالص. أستاذ ناجي. نعم. بلا فخر، في سوق مريدي عندنا مؤسسة تزوير تعتبر من أعلى المؤسسات التزوير في العالم. اطلع على سوق مريدي. تفضل يا بتفضل، يا هلا يا مية هلا بيكم. أشكرك. استريح.
كل دول جايين ياخدوا هويات وباسبورتات مزورة؟ لا، الباسبورتات كلها سهلة. الرجل اللي مسؤول على هذا المكتب دكتور شلاقه. دكتور مين؟ شلاقه. شلاقه؟ اه. اسمه كده؟ عبقري. اي حاجة تريدها يعملها. يعني شهادة وفاة، شهادة زواج، دكتوراه، ماجستير، حقة بيت، كل اللي تريده يسوي لك اياه. العفو، تفضلوا دكتور. رايكم دكتور شلاقي، جيناك مهمة صعبة. أنا أبو المهمات الصعبة. لا أكيد، بس ردنا وثائق كلش مهمة، فلا تخجلنا ويا ضيوف. نعم؟ تخجلنا ويا ضيوف يعني. أرجوك أرجوك أستاذ، هذه ما مقبولة منك. أنا أنت تشكك بنزاهتي. أنا الوثيقة اللي أسويها أخليك بها تدخل الأمم المتحدة، أنا وثيقتي مضمونة. أنا ما فد يوم إجا واحد رجع لي وثيقة وقال لي بها خطأ. اللهم صل على النبي. أنا قلت جامد قوي جامد. أنا دكتور شلاقة، أنا نزيه، أنا والنزاهة توأم. ومع هذا اتفضلوا، شنو المطلوب؟ 9 جوازات جي عراقية، 9 أحوال مدنية، 9 شهادات جنسية. حلو، وش وقت تردوها؟ اليوم حالاً. يعني عندكم صور؟ جايبين لكم صور؟ كل اللي تريده موجود أستاذ ناجي. الصور؟ حلو حلو، بس أساتذة الشغلة المستعجلة تختلف عن الشغلة المرتاحة، يعني إذا تردوها اليوم كل شيء بحسابه. أنا عناية ليك، إحنا هندفع أخضر وفلوسنا على الترابيزة. الله، أنا حبيتك من أول ما شفتك، حبيتك. ما أعرف الأستاذ شنو اسمه؟ وأنت يهمك اسمي في إيه؟ أنت هتعمل جوازات جديدة بأسامي جديدة، الاسم اللي يعجبك حطه في الجواز. صحيح، ومع هذا أنا حبيتك وراح أختار لك اسم، أختار لك اسم موسيقي. محمد سعيد جاسم. محمد سعيد جاسم. محمد سعيد جاسم، حلو حلو، مقبول منك برضه. أوكي، أما باقي الأسماء اتركها علي. رائد رائد. نعم عمي. باب لك عمي شنو أثول؟ العفو دكتور، أخذ هذه الصور. نعم. سوي لي 9 جوازات جي. تأمر. 9 هويات أحوال مدنية. تأمر. 9 شهادات جنسية. نعم. وسوي لي هويات توظيف. وين تريد أوظفهم أستاذ جاسم؟ أستاذ جاسم؟ أنا جاسم. وظفهم أنت بقى بمعرفتك. يعني تشكيلة. سوي لي كوكتيل. كوكتيل؟ الخلاط عاطل. لك أثول، كوكتيل مو عصير، سوي لي كوكتيل وزارات، يعني خلي لي واحد على الزراعة، واحد على الصحة، واحد على الصناعة، واحد على التجارة، وخلي لي واحد على النفط. النفط، خلي النفط ده على الجواز بتاعي، أنا أحب النفط. لا أستاذ لا، أنا مخليك على وزارة الخارجية. لا لا لا، بلاش الخارجية، أنا الخارجية قضيت فيها وقت طويل يعني. أنا أحب النفط أوي. هما بيعملوا إيه كل ده؟ دول اتأخروا أوي. الغيب حجته معاه، زمانهم جايين. أنا مش فاهم يعني إيه الحكمة إن هم يعملوا لنا باسبورتات عراقي؟ وبعدين انا مفتخر بطنط المصريه دي. ايوه مفتخر بطنط المصريه. ما انت ليك سمعت يا عبد عمك سعد بيقول لك ايه؟ بيقول لك وجود المصريين هنا بيعمل لهم قلق. يا اخي المصريين دول بيعملوا مشاكل في اي حته. ايوه لما اقصد يعني ما ينفعش يعمل لي باسبور ليبي، اهو برضه ينفع لو الدنيا لطشت مع الواحد.
حلو. تفضل استاذ. شكرا. لا ما تراجعش ورايا، انا فلوسي مضمونه 100%. انا جايبهم من البنك عليك عادل. مو هي هاي المصيبه، لانه حضرتك جايبها من البنك هوايه بنوك ما تنضمون، والفلوس اللي بالبنوك هوايه بيها مزوره. ده حيوقع قلبي. انا فلوسي كلها من البنوك استاذ. أنا سابقا كنت اشتغل بالعمله، تركناها لان ما تجيب همها، قمنا نخسر، ولهذا حولت على الوثائق والمستندات. تزوير الفلوس بيخسر؟ معقوله استاذ؟ هني قبل كنت ملك زماني، الورقه ام $100 اطبعها ابيعها $10 واربح هوايه. بس ولدي الحرام دخلوا بيها. ازاي استاذ؟ كل مهنه وبيها منافسين. احنا منو كان ينافسنا؟ الحكومه. قل لي شلون. انت ما سالتني شلون، بس انا اقول لك. الحكومه كانت عندها مطبعه مال نقود، يعني تطبع فلوس، واني هم كانت عندي ورشه صغيره اطبع بيها فلوس. الحكومه اول ما بلشت شغلت 10 12، بعدين السنه الثانيه صاروا 200، بعدين صاروا 1000. طبعا ذولا يحتاجون رواتب ومصاريف ومكافآت ومخصصات. شو تسوي الدوله؟ تحملها على العمله. أنا كنت أربح والدولة ممكن تخسر، بس ما يهم الدولة تخسر ما تخسر، أنت بحياتك في اليوم سمعت أكو حكومة أشهرت إفلاسها؟ لا. ولهذا زيدوا سعر الورق وزيدوا الأحبار. يعني صدقني قمت أطبع الورقة $10 وأبيعها $9، يعني شغلة ما تجيب همها. قلت أنا لوش بعد متعب حالي. والله رأيك بلاها الشغلانة دي، خليك في المستندات أحسن. صحيح. أسولف لك، فديوم جاني وزير بالحكومة. وزير؟ وزير. وزير منزعج. قلت له شبيك؟ قال لي عمري 74 سنة وأطلع تقاعد. قلت له لا تدوخ، موضوع يمي. سويت له هوية أحوال مدنية جديدة، أوراق رسمية كلها جديدة، وسويت عمره 54 سنة وجددوا له بالوزارة. ده انت لو اشتغلت في مصر هتبقى مليونير. وحياتك يا دكتور، انا ليا طلب عندك. اؤمر استاذ. عايز وثيقة جواز رسمية. سهلة، غالي والطلب رخيص. وثيقة الزواج هاي مال طلاق. طلاق ايه؟ وثيقة جواز. زواج؟ العفو استاذ، اسم المحروسة يعني الزوجة. كاميليا حسين أبو المكارم. كاميليا حسين أبو المكارم. والزوج؟ أنا. يعني محمد سعيد جاسم؟ لا، أنا ناجي، ناجي محمود عطلة. ناجي محمود عطلة. رائد! نعم دكتور. أخذ هذه القسيمة مال الزواج وسوي لي إياها بسرعة. العفو، إيش وقت تريد أخلي تاريخ الزواج؟ من 15 يوم. 15 يوم. سمعت؟ سمعت. يلا. تأمر دكتور. هذا شلون كذا؟ أبو القاسم قال لي أنتم متزوجين أنت وكاميليا. ما أصل إحنا اتجوزنا في سوريا، فأنا خايف للوثيقة تطلع مزورة. هنا أضمن. عفارم عليك أستاذ. صحيح. اكو ناس ما عندها ضمير وممكن تزور. اي ممكن تزور. استاذ ناجي، تحب اسوي لك شهاده ماجستير دكتوراه وباي بلد بالعالم؟ انت بس اؤمر. تدري انت يعني نص الوزراء عندي زباين. اسوي لك شهاده دكتوراه فوق البيعه ومجانا. دكتوراه يا ولد. استنى بس، دكتوراه ايه؟ دكتوراه في ايه؟ بلي عجبك. طيب، هندسة، صيدلة، بيولوجي، سايكولوجي. أنا عايز دكتوراه في الفيمتو ثانية. نعم؟ فيمتو ثانية. فيمتو ما سامع بيها من قبل. طيب خليها في الجراحة، دكتوراه في الجراحة. في الجراحة.
اسوي لك شهاده دكتوراه من أدنبرة وباسم ناجي عطا الله وبالجراحه. رائد مصطفى، خد يا ابراهيم ده اسمك، كل واحد ينسى اسمه ويحفظ اسمه جديد لغايه ما نوصل اربيل. حيدر احمد خالد، ادي ده التهاني، ده بقى صبري عبد المنعم حسين، خد يا حسام. علي عبد المحسن حامد، خد يا شيخ حسن. وانا كبير. انت اسمه يكون يا كبير. زاير حذافة جوري. مين يا باشا؟ زاير حذافة جوري. ماشي يا كبير، انت تؤمر. يا جماعة احنا داخلين على اربيل شمال العراق. هاي الاراضي كلها تابعة لكردستان. يعني 40 كيلو ندخل أربيل. أربيل بلد قديمة. ما حدش يتكلم ولا يفتح بقه، احنا داخلين على نقطة كردية. لا تخافون، أنا صديقي ينتظرنا هنا. كردي؟ كردي، سردار صديقي اللي حكيت لك عليه. يا جماعة انطوني الهويات. بخير بيك، زور بخير بيك كاكا سعد. أهلا. سيوف كاكا سعد. أهلا وسهلا. أعطيني هويات. هذه جوازات. تفضل. محمد سعيد جاسم. نعم. عبد الكريم عبود. ايوه. زاير هزافة. زاير هزافة، وينك هكا زاير؟ انطع يا حيوان، ده اسمك انت. قدامك كبير اللي هو بقول عليه ده. قدامك كبير. اذنه تعبانه، اذنه اطرش. كاكا صاير اطرش من تفجير بغداد. كاكا سعد ورايا بالسياره. أخذ بير، هو احنا كده خرجنا من العراق؟ لا احنا لسه في العراق يا عبد الجليل. طب اصل الجماعه كانوا بيتكلموا بصراحه يعني لغه غريبه قوي، كانوا عمالين يقولوا كاكا كاكا كاكا. ما دي اللغه الكرديه اللي بيتكلم بيها الاكراد. مين الاكراد دول يا باشا؟ والله بقى الاستاذ سعد يقول لك لا يفتى والاستاذ سعد في العراق. Thank you.
بس انت ما فهمتنيش كده يا استاذ سعد. انت قلت لي هنطلع من هنا على مصر على طول، ايه اللي هيودينا اسطنبول؟ استاذ ناجي، انتوا رايحين على مصر ان شاء الله. طائره مباشره بين اربيل ومصر اليوم بالذات ماكو، ما فيش. الساعه 9 طائرتكم على اسطنبول، ساعه وتوصلون تباتون في اسطنبول، وان شاء الله الصبح انتم مصر. وهنقضي الليله دي فين؟ ابن عم السردار ينتظركم هناك بالمطار، ياخذكم على فندق مرمره والصبح يوصلكم للمطار. اطمئن، هذا كله متكفي بيه ابن عم. وهندخل اسطنبول ازاي من غير تاشيرات؟ الجوازات العراقيه اللي موجوده معاكم من نوع جي، ما تحتاج تاشيره، في المطار ينطوكم تاشيره على طول. يعني احنا هنسافر بجوازات العراقيه؟ صدقني يا استاذ ناجي، دي افضل شيء، افضل شيء، صدقني. ناجي لو سمحت ممكن كلمه على جنب؟ انا مش فاهمه اي حاجه من اللي بيحصل حواليا. انت مجرجرنا معاك من بلد لبلد، من هنا لهنا، انا مش فاهمه اي حاجه. انت هربان من حاجه؟ عامل عامله؟ صارحني يا ناجي، قول لي. ايه يا كمالي، هكون هربان من ايه يعني؟ مش وقته الكلام ده. مش مقتنع. في الطياره هقول لك على كل حاجه. يلا اتفضل انت يا استاذ سعد، هتوحشنا. انت اكثر يا استاذ ناجي، يا ريت تزورني انت واسرتك في مصر. ان شاء الله استاذ ناجي، ان شاء الله. ناجي ايه بقى؟ الناس دلوقتي محمد سعيد جاسم. شفت، احنا اخوه استاذ ناجي، دخلتها مصري خرجت منها عراقي، احنا اخوه. اه البركه بقى في الدكتور اشلاجه. النبي يسلم له عليه. يوصل يوصل. قول له بقى يعمل لي باسبور سويسري، جايز احتاجه ولا حاجه. ان شاء الله. مع السلامه. مصحوب بالسلام. شلونك عبد الرحمن؟ ناجي عطل هنا لان عندي موضوع احكي وياه. ما موجود، طلع. وين طلع؟ ما ادري. الاستاذ سعد هنا؟ هماتين ما موجود، طلع وما قال وين رايح. يعني ما تعرف فين راح؟ ما اعرف. ناجي عطل والشباب اللي وياه تركوا البيت نهائيا؟ اي ستوري. وين راحوا؟ ما اعرف. وين راحوا؟ ما نعرف وين، وهو حر. بس انا ردت. ايش تريد مني؟ لا لا ما ردت شيء. ردت اودع بس. لؤي لؤي. نعم عمو. نعم عمو. حبيبي بدي اسالك سؤال. بابا وعمو ناجي والشباب اللي كانوا عندكم وين راحوا؟ عمو ما اقدر اقول لك لانه بابا قال لي لا تقول لي لاحد. بس انا مو احد، انا عمو ستوري، واذا قلت لي راح اعطيك نستله ثانيه. وين النستله؟ هاي النستلة يا أستاذ لؤي. بس قل وين راحوا؟ بس لا تقول للأحد. لا وعد مني ما أقول لأحد. وعد؟ وعد. راحوا لأربيل. أربيل؟ 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 أبل إيه يا خليم لي تسوى؟ أوكي. أوكي ثانك يو. I'll talk to you. You talk to me too.
دول سابوا بغداد وطلعوا على أربيل. مها بايا، احنا عندنا عملاء في كل العراق، في كل المناطق والمخارج الحدودية إلنا ناسنا. أنا بس بدي أفهم، يعني هن معقول يكونوا بدهم يسافروا من أربيل؟ It's impossible أدوم من أخين، ما في طيران مباشر من أربيل للقاهرة. طب كيف يعني؟ كيف راحوا بكل هالفلوس لأربيل؟ يعني إيش الفكرة؟ معقول لوين رايحين يعني؟ سمعت ماشي يا مرتي أني في شاول خيم؟ سمعت يا أدوم من أخين. أمي عسيتا؟ הסוכן שלנו בארביל היה שומע גם כן, והתחיל לטפל בעניין. يا ولد الكلب. لا 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 مش هينفع. لا وبعدين بص ما بيتكلمش. لا 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 ما فيش. وبعد ده في تلفزيون. تلفزيون هرجعه لك لو اقل من 21 قناه. انت مبسوط؟ انت مرضي؟ مرضي تمام يا معلم. لا 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 انت يا معلم انت شديد قوي في بيعك. لا يا ابني كفايه منومات. ما العيال نايمين قدامك وهم من غير منومات ومن غير حاجه. ده مش منوم يا ناجي باشا، ده مهدئ. دي بقى اكتر حاجه تعجبني في الخواجات، شايف الراجل والست اللي قدامنا دول، شوفوا سنهم قد ايه وبرضه رايحين يتفسحوا. انا اخدها منك كده عشوشة. عشوشة ايه؟ بص انت عشعوصتك كلها بالنسبة لك. انت مديه زاهر، روح شوف الحيوان اللي هناك ده بيعمل ايه مع جماعة الصينيين دول، وقول له ما يرغيش كتير. ماشي يا باشا. والله مديه. شفت يا كبير؟ استلقطت لي عدة تليفون، انما ايه؟ كامرتين وتلفزيون 14 قناة وجراب. اصل العيال شوية السنين دول رايحين يعملوا مصلحة حلوة في مصر، فأنا قلت ايه؟ هم قالوا لي 100 دولار، بس أنا قمت عاصرهم ودافع لهم 150، عشان خاطر ايه؟ ناكل لقمة حلوة هناك في مصر لما نروح. وريني. خد يا كبير. ده بيبوظ بسرعة. ايه ده؟ بجد يا كبير؟ على الشاشة ولا زراير؟ لا 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 لا، الصين هتضحك على عبد الجليل؟ يمين بالله يمين بالله، ده انا هجيب السور ده فوق دماغ الصين كلها. الله، خد يا خد يا خد يا هب الفلوس يا هب. بقول لك ايه؟ هب الفلوس يا هب. البلد لا البلد ابك في نفوقك. لا لا مسيو ناجي طالع ماشي تكيرني. لا مش واخد بالي الحقيقه. أنا نيكولا بيردو، أنا بشتغل في السفارة الفرنسية في تل أبيب. أنا قابل تنتا في حفلة السفارة. أوه بيردو، إزيك؟ أنا ما عرفتكش، أنا آسف، إزيك؟ عشان خلاص سافرت السفارة وبقيت حر. بقيت حر، وأنت مسافر مصر ولا تركيا؟ لا، مصر. لازم نشوفك هناك. ضروري إن شاء الله، ضروري. كارولين؟ المدام بتاعي كاميليا. المدام بتاعي. شانتي مدام. نعم شانتي مسيو.
يلا انت متسمر كده ليه؟ ما تخلصنا عبد الجليل من الرحله السوداء اللي احنا فيها دي. تركي ابراهيم مالك يا مالك؟ التركي تركي هيجنني. وانت شفت التركي فين؟ هو قدامك على الهواء مباشر. انت احمى. ده انا طول عمري بعشق حريم تركيا عبد الجليل. بص بص يا حريم في تركيا شفاف. يلا انت هتصيح. وانت مش هعرفك بالبنات التركي انت؟ انت بتتكلم بتقول ايه يا الله؟ انا مفيش مسلسله ولا فيلم تركي لما بتفرج عليه يا الله. انا وام الغوالي. انت بتفرج امك على التركي يا عبد الجليل؟ امال ايه الله. وبعدين لعلمك بقى اقعد انا ومغولي نتفرج كده لو في اي لبسين خلاص. لبسين؟ اه لا اي لبسين كده اهو. اقوم قالب ام الغوالي تقوم مغوطه في النوم. اسمع لمؤاخذه السفينه بتاعتها خلاص. اقوم على طول جايب ومقلب تاني واتفرج على التركي. الاصل الوصل عندنا ما بتسيبش التركي خالص يا هيما. التركي مش محتاج وصله لمؤاخذه. لينك العيون اهم حاجه. بص الحته دي وريني. هو انت بتشجعي جلطه سراي ولا مش كتاش؟ شفت؟ لا 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 شفت؟ لا دي جامد. على فكره انت مش فاهمه ضحكتك حلوه ازاي. كل حاجه باينه في الوش وفي العينين. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا مش حاسين بالناس اللي واقفه دي ولا هتعطل مصالحها يا ابراهيم؟ احنا بعد شويه بس بسيطه هنبقى بين ايدين ربنا في السماء من فوق. ايه يا شيخ حسن؟ بنشم نفسنا شويه قبل ما نتخنق في الطياره. اللي انتوا بتعملوه ده هو اللي هيخنقنا. هجمنا من سبع سما لسبع ارض باذن الله. وانت ضارب ودنك معانا ليه؟ انت مالك يا ابراهيم؟ احنا واقفين على باب طياره مش واقفين على باب سيمه. طب اتفضل الحق طيارتك. يلا يلا عشان بينادوا على اسمك. يلا يلا اتفضل. اتفضل. اقطع ده يا تقطع. ممكن تيجي توريني الكرسي بتاعي عشان انا حاسس ان انا هتوه في الطياره. اصل الطياره كبيره قوي. احنا كلنا تهنا. اخرس انت. حاضر. يا كيمو بتفريد يا وش كمار. في ايه؟ ده احنا رايحين اسطنبول وفي اجمل من اسطنبول. ناجي ارجوك تفهمني. انا من ساعه ما اتعرفت عليك وانا متجرجره وراك من هنا لهنا ما اعرفش ليه. والنعمه الشريفه بحاج بليز ما تغيرش الموضوع ده. هو ده الموضوع. انت مين يا ناجي؟ ومين الولاد اللي معاك دول؟ دول بينفذوا أوامرك بالحرف الواحد. إيه؟ أنتوا عصابة وأنت زعيم العصابة ولا إيه؟ صدق إنك أنت جرحتيني بالكلام ده. بطل هزار يا ناجي. أنت اللي تبطل هزار. بص بقى، أنا ما أحبش الست اللي تقعد تناكب جوزها كده للنهار. جوزها؟ أنت بتتكلم عن مين؟ أنا وأنتي.